السلام عليكم شباب، كيفكم؟ نمير، أسمع، تغريد، خديجة، روابط، ريم، محمد، نايف. محمد ونايف ديل كانوا غايبين. روابط أول مرة تهضر معاه تقريبا. أها، تحضر مسجلة، كويس. احنا اليوم داخلين على الـ على الـ على الوحدة الأخيرة من مقررنا، فيها 7 موضوعات، ودي المحاضرة رقم 6. هنشوف قياس تقييم الأداء الإنتاجية والرضا الوظيفي اليوم إن شاء الله. من الموضوعات دي نوافذ السلوك، الشركات المؤسسة بتقوم بالعديد من الأنشطة، العديد من الأنشطة بتأثر في سلوكيات وتصرفات العاملين. من الأشياء اللي تقوم بها الشركات المؤسسات عمليات القياس أو عمليات قياس وتقييم الأداء والإنتاجية. الشركة عشان تشوف نفسها هل هي ماشية بالطريقة الصحيحة أم لا، تقوم بتقييم لأداء العاملين. هل كل عامل بيقوم بأداء واجباته أم لا؟ هل كل عامل بينفذ كل ما جاء في الوصف الوظيفي الخاص به أم لا؟ هل تصرفات وسلوكيات العامل دي تتماشى مع أهداف المؤسسة أم لا؟ يبقى مجال التقييم هي عملية بتاعت إصدار حكم على أداء وسلوك وتصرفات العاملين داخل المنظمة. عملية إصدار حكم على أداء وسلوك العاملين في العمل، وممكن نقول عليها هي تقييم منظم للفرد مع احترام أدائه في العمل وقوامه للتطوير. نقول على عملية التقييم اللي تقوم بها شركات المؤسسات إنها هي العملية بواسطة بتحصل منظمات الأعمال على تغذية عكسية لمدى فاعلية موظفينها أو العاملين فيها. هل كل شخص بيقوم بالأدوار الموكلة له أم لا؟ هل السلوك العام لكل شخص في المؤسسة يتماشى مع أهداف وقيم وثقافة المنظمة أم لا؟ يعني ممكن نعرفها عملية القياس والتقييم بأنها تحليل وتقييم لأداء العاملين في عملهم ومسلكهم، وقياس مدى صلاحيته وكفاءتهم في النهوض لأعضاء الوظائف اللي يشغلوها يعني، ومدى تحمل لمسؤولياتهم وإمكانية تقلدهم لمناصب ووظائف ذات مستوى أعلى. يبقى هي تقييم كامل لسلوكيات هذا الموظف. ده مفهوم القياس والتقييم، واضح؟ لا تحتضفها، واضح؟ ممتاز. يبقى هذه الشركات لا ما تعرفوا يا ماجدة، الشركات لما تقوم بالقياس والتقييم عندها أهداف. ما هو الهدف من القياس والتقييم؟ طبعا في مجمله الهدف من القياس والتقييم عايز تعرف هذه الشركات مدى صلاحية العاملين اللي معاها، ما هي قدراتهم، ما هي إمكانياتهم، هل المنظمة ماشية بالطريقة الصحيحة أم لا، هل في إشكاليات في أنشطة المنظمة. عشان كده الشركة بتعمل تقييم. تستهدف من هذا التقييم 3 غايات أساسية. على مستوى المنظمة هناك أهداف من التقييم، على مستوى المديرين هناك أهداف من التقييم، على مستوى الأفراد العاملين أو الموظفين هناك أهداف من التقييم. على مستوى المنظمة تهدف الشركة من التقييم لإيجاد مناخ ملائم، مناخ فيه نوع من الثقة والتعامل الأخلاقي واللطف بين العاملين،
على مستوى المنظمه تهدف من القياس التقييم لرفع مستوى العاملين، اداء العاملين مكتوب العالمي، واستثمار قدراتهم وامكاناتهم. على مستوى المنظمه مساعده هذه المنظمه في وضع معدلات اداء معياريه تمكنها من الاحتفاظ بالقوى العامله عندها. يعني يبقى على مستوى المنظمه الشركات بتقوم بالقياس التقييم للتاكد بدعم خطط وبرامج المنظمه المستقبليه. اما على مستوى المديرين هناك اهداف من القياس التقييم عشان تنمي وتطور علاقات المديرين مع العاملين، لأن يعني التقييم بيكون فيه المديرين. قرب المدير من العامل بينمي ويوطد العلاقه ما بين العامل والمدير. عشان ما تنمي مهارات هؤلاء المدراء، مهاراتهم وامكاناتهم الفكريه. عشان يقدروا يقيموا التقييم السليم والموضوعي. اما على مستوى الافراد العاملين هناك اهداف من القياس التقييم. عشان تدفع العامل للعمل باجتهاد وجديه واخلاص عشان يلاقي احترام وتقدير الرئيس. يعني ايضا على مستوى العاملين هدف من القياس التقييم عشان كل العاملين يحسوا ويشعروا بان هناك عداله او الجهود اللي بيبذلوها محل نظر الاداره تؤخذ بعين الاعتبار. يبقى مجمل الحكي، ما هو الهدف من القياس التقييم؟ انه الشركه عايزه العاملين يكونوا شغالين صح ويبغى لخططها، المدراء شغالين صح ويبغى لخططها وبرامجها، الوسط ككل مناخه مناخ جاذب. واضح الكلام يا شباب؟ ممتاز. يبقى هل مهم برامج قياس التقييم اللي بتنظمها الشركات والمؤسسات؟ هل مهم؟ نعم، من الأهمية بالمكان. لو ما في قياس وما في تقييم وما في شخص بيتابع، ما في شخص بيلاحظ، ما في شخص، تبقى المؤسسة عبارة عن فوضى، مجرد أرض ولمة ناس بدون قوانين، بدون لوائح، بدون ولي زي ما بيقولوا. يبقى مهم القياس التقييم لأنه بيساعد المنظمة في العديد من الأشياء. بيساعد المنظمة في عمليات الترقية والنقل. مين يحتاج للترقية؟ مين هو الشخص الأداء مميز؟ ننقله من مساعد لمدير. مين الشخص اللي السيء؟ ننقله، أو مين الشخص الغير متعاون؟ ننقله من إدارة لإدارة. يبقى بيساعد في عمليات الترقية والنقل. التغيير. ايضا بيساعد حتى في تقييم المشرفين والمديرين. هل هم فعالين في تنميه وتطوير اعضاء الفريق ام لا؟ المدراء نفسه. هل هم قريبين من المرؤوسين؟ هل هم بيساعدوا هؤلاء المرؤوسين في اداء عملهم بجديه؟ هل بيساعد التقييم؟ القياس التقييم مهم لانه بيساعد في اجراء التعديلات الخاصة في الرواتب ونظام المرتبات والأجور والمكافآت، مين يستاهل ومين ما يستاهل. أيضا بيساعد المنظمة في قياس العديد من الأمور. هل العاملين بينفذوا التوجيهات؟ هل القرارات بتنفذ؟ هل متعاونين؟ هل 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 سلوكهم كويس؟ هل متغيبين؟ هل متسيبين؟ العديد من الأمور. هو مهم لأنه حتى مسألة القياس والتقييم ومتابعة الرئيس للمرؤوسين بتخلق نوع من أنواع الود والتواصل بين الرئيس والمرؤوس، لأنه الرئيس بيكون قريب للمرؤوس، بالتالي بتخلق نوع من أنواع الود. الرئيس لازم يكون قريب من العاملين عشان يقدر يقيم، وقربه ده بيخلق نوع من أنواع اللطف والود والتواصل، وده بالعكس ايجابا على اداء العام. ايضا هذا القياس والتقييم او عمليه القياس والتقييم بيساعد
حتى في اكتشاف الحاجات التدريبيه، مين يحتاج لتدريب، مين محتاج لتاهيل، مين يحتاج لابتعاث، مين عايز دوره تدريبيه، مين عنده اشكالات، مين مين مين. ايضا ايوه عشان نكافئهم، ما قلنا اجراء تعديلات في الرواتب والاجور والمكافآت وغيرها. ايضا هو مهم، او عمليه القياس والتقييم هي مهمه لانها بتزود المدراء بالمعلومات عن اداء واوضاع العاملين والشركه كل. واضح الكلام يا شباب؟ واضح؟ ممتاز. ما هي الجهة اللي بتقوم بالقياس التقييم؟ الجهة اللي بتقوم بالقياس التقييم دي إدارة الموارد البشرية، الاتشار أو إدارة القوى العاملة، أو بعض المنظمات يسميها إدارة شؤون العاملين أو إدارة الأفراد. دي الجهة المسؤولة مسؤولية كاملة عن برامج القياس التقييم، هي اللي بتصمم البرنامج. لكن تنفيذ هذا البرنامج تحتاج إلى الموارد البشرية للتواصل مع رؤساء الوحدات والمدراء، لأن هي بتصمم البرامج نعم، لكن المعلومات بتجي من وين؟ عن المرؤوسين، من المدراء. يعني تنفذ هذا البرنامج بالتعاون مع رؤساء الوحدات والمدراء. واضح الكلام يا شباب؟ يعني عايزين نقيم عاد الفايل، ما بغيموا ناس في اداره الموارد البشريه، هم بيصموا طريقه التقييم، لكن بغيموا رئيس المباشر، هو بيعطوه المعلومات، هم بعدين بناء على المعلومات دي يقيم. ممتاز. ما هي خطوات عمل برنامج قياس التقييم؟ اي برنامج قياس التقييم بتقوم بها الشركات بيمر بست خطوات. اولا نضع معيار، نضع معايير عشان نقيس عليها، نقول عبد الفايد ينتج 50 قطعه باليوم، خلاص ده معيار عشان بعدين نجي نقيس هل انتج ام لا. طبعا الوصف الوظيفي لكل عامل في المؤسسه او لكل موظف هو عبارة عن معايير، معروف ان المحاسب المفروض يعمل كذا وكذا وكذا وكذا، الاداري المفروض يعمل كذا وكذا وكذا وكذا، شخص المفروض يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى يبقى لا 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 الوصف الوظيفي تبعك هو اللي بيحدد، هو اللي بيحدد. أول معيار هو المعيار اللي بعدين حيقيم بناء عليه، معروف إنه عادل فايز مفروض يعطي 8 محاضرات، ده معيار خلاص وضعنا معيارنا. الحاجة الثانية نضع الطريقة اللي بنقيس بيها، حنقيس كيف ونقيم أداء عادل فايز كيف. هناك طرق عديدة، طرق كثيرة جدا، طرق تقليدية وطرق حديثة وطرق مزدوجة، هتلاقيكم إن شاء الله. هذه الطرق مثلا في طرق مزدوجة، طرق مقارنة، طرق رسم بياني، بتوضح. مهم جدا هذه طريقتنا بننجز بها أداء هذا العامل أو الموظف. الخطوة الثالثة نحدد كيف نتحصل على البيانات عن أداء عبد الفايد، جمع البيانات، ما هي مصادر جمع البيانات؟ هنجمعها كيف؟ بالمقابلة، بالسؤال، بالملاحظة، بالاستبيان، ما هي الآلية؟ ما هي مصادر جمع البيانات؟ عبر الرئيس المباشر وغيره. الخطوة الرابعة نحلل التقرير بتاع عادل فايد،
طلعوا دخل تاني صح؟ معاي؟ الناس كلها دخلت؟ شكلها الشبكة. نبدأ هذه الخطوات الستة، وضع معايير، تحديد طريقة القياس، نجمع مصادرنا وبياناتنا. ايه تسلم يا اخوان. نحدد مصادر جمع البيانات ونحلل تقرير قياس الأداء ونجي نناقش هذا التقرير مع العامل. ضغوطك وين وغلط ضعفك وين وكذا. ونحدد عدد مرات القياس، كل نص سنة، كل 3 شهور، كل سنة وغيره. دي الخطوات اللازمة لإعداد برنامج القياس والتقييم. واضح؟ لكن ما هي أسباب فشل برنامج القياس والتقييم؟ عادة الشركات والمؤسسات البرنامج بيفشل للعديد من الأسباب. من هذه الأسباب إنه المدراء بيكونوا غير مقتنعين، بعض المدراء غير مقتنعين بأهمية هذا البرنامج، بيفتكروه مكلف ومتعب وممكن يدخلوا فيه إشكالات وغيره. من أسباب فشل برنامج القياس والتقييم عدم قدرة الكثير من المدراء على تصميم أو إدارة برنامج القياس والتقييم نفسه. في ناس كثيرين جدا من المدراء ما بيقدروا يصمموا برنامج لقياس أداء العاملين، لذا بيفشل. أيضا قد يتأثر المدراء أو المقومين بعوامل اجتماعية أو شخصية زي صلة القرابة والصداقة بعيدة عن الأداء الفعلي. يفشل هذا البرنامج لكراهية بعض المدراء لهذا البرنامج، لأنه يدخلهم في إشكالات ويسبب لهم مشكلات مع العاملين. يبقى دي 4 أسباب وغيرها من الأسباب تؤدي لفشل برامج القياس والتقييم في المؤسسات. العلاقات الشخصية ولا لا 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 الضعف، الكفاءات الإدارية نفسها تقوم بالبرنامج وغيرها. واضح يا شباب؟ واضح؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية من محاضرتنا نتكلم فيها عن الرضا الوظيفي. الرضا، تكون راضي عما تقدم لك وظيفتك، إيجابيات، تكون راضي عن بيئة العمل، تكون راضي عن مؤسستك، تكون راضي في وظيفتك، تكون راضي. طبعا الرضا صعب جدا، الإنسان زي ما بقوله، زي ما بقول عندنا في السودان، العين دي ما يملاه إلا التراب. ما أعرف المثل المرادف له عندنا في يعني. فما في حدا للأسف، ما في قناعة. كثير جدا من الناس قناعتهم ضعيفة. أي واحد ما يكون ما راضي بوظيفته، ده طبيب لا عايز يبقى اخصائي، الاخصائي عايز يبقى كده، والاستاذ عايز يبقى كده، ودكتور عايز يبقى، يعني ما توظفت يا ريم صغيرة لسه، ان شاء الله توظفي. انا اتوقع ان الناس اللي بدرسهم كلهم موظفين، يعني انت تتوقع كده يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا ريم. صغيرة والله. نوير موظف. عايزين موظف يا نوير. نوير شغالة وين؟ تعمل وين؟ احنا نشوف نمير راضية ام غير راضية. هل راضي عن شغال وين؟
نشوف راضي أم ما راضي. الرضا كل مدى اللي توفر لك وظيفة وحصول المرء أو العامل على مزيد مما كان يريد زيادة مما يتوقع. الرضا يا شباب في الحالة الشخصية للعامل اللي بتعبر عن مدى قبوله لمجموعة من العوامل في مؤسسته. يبقى هذا الرضا عنده مكونات يتأتى كيف يعني الأجر العالي يحقق الرضا، العمل بتقوم به والوظيفة بتقوم بها هل هي تدخل في ضمن مهاراتك وإمكاناتك؟ لأنه الناس اللي بيقوم بوظائف أكبر من إمكاناتهم بيكون متضايق. نوع الإشراف، الشخص المسؤول منك هل شخص ديمقراطي؟ هل شخص بيشاورك؟ هل شخص لطيف؟ ده أيضا والعكس صحيح، ده أيضا له دور كبير في الرضا. أيضا نوع الإشراف لجماعة العمل، الناس اللي شغال معاهم، الناس اللي شغال معاهم هل لطيفين ودودين؟ الأجواء الأجواء لطيفة، الناس متعاونين، ساعات العمل والراحة الممنوحة للموظف هل هي كافية ويحصل على استجمام كافي يقدر يستعيد طاقته؟ ظروف العمل المادية، مكتب، سيارة، طاولة، طابعة، جهاز كمبيوتر، كل مستلزمات العمل. أيوة زي ما قال الإجازات والهبتاني يا رأي صحيح تغريب. يبقى بيئة وغيرة تمثل مكونات للرضا الوظيفي، رضا العامل عن العمل. دي ما عايزين نضبط بها السلوك، دي ما أداة من أدوات التقييم. يا نايف في الدرس اللي فات نحن بنحكي عن التقييم أداء العاملين، دي واحدة من الأشياء هل هو ملتزم أم لا. يعني البصمة دي عزبة الناس عذاب، يعني ما هو أنت يا إما تشتغل يا إما تجلس في البيت. يعني عايز تشتغل عايز فلوس وعايز ترتاح، دي لازم تساعد الناس على الكسب الحلال. البصمة أنا أفتكر لأنه كثير جدا من الناس ما تناسب كل المنظمة، صحيح؟ في بعض الشركات المؤسسات ما فيها بصمة، مثلا الجامعات ما فيها بصمة مثلا لأن الدوامات مختلفة، أوقات المحاضرات مختلفة، إلا يعملوا البصمة في داخل القاعة ممكن يجي الفكرة تيجي. يعني بالنسبة للأساتذة ما في، لكن بالنسبة للعاملين في، يعني الموظفين كده. بيبقى هذا الرضا، هذا الرضا هو المدى اللي توفره الوظيفة الشاغلة من نتائج إيجابية. هذا الرضا عنده مكونات لقناعة الشركات المؤسسات بالرضا، شركات مقتنعة بالرضا. إذا بتقوم هذه الشركات بالعديد من البرامج اللي بتساعد على وجود الرضا فيها، عشان لأنه على قناعة هذه الشركات إنه الرضا بيقود العامل الأداء بشكل جيد وارتفاع مستوى إنتاجيته، لذا تسعى الشركات والمؤسسات لتحقيق الرضا للعاملين مش حبهم فيهم، عشان العامل يؤدي بشكل كويس. نبقى بتقوم بالعديد من البرامج، برامج تحسين بيئة ظروف العمل، كل ما يحتاج العامل لأداء عمله من مايكنة، من سيارة، من مكتب، التهيئة بتاعت المكان، مكان العمل، ساعات العمل، تقليل مصادر الضوضاء، التكييف، الإضاءة، كل برامج تحسين بيئات وظروف العمل. دي واحدة من الأشياء بتساعد على تحقيق الرضا. أيضا برامج الرفاهية الاجتماعية مثل الأندية ودور الحضانة والمسابح والملاعب والمواصلات والسكن الجماعي، دي بتقوم بها الشركات عشان ما تساعد في تحقيق الرضا. ده اسمها برامج الرفاهية الاجتماعية.
في برامج الأمن والسلام المهنية، من تدريب العاملين على زيادة مهاراتهم، على التعامل مع الأخطار وكيفية حماية أنفسهم، دي أيضا برامج، برامج الأمن والسلام المهنية. في برامج الرعاية الصحية، مش التأمين الصحي، التأمين الطبي، لا 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 لا، التأمين مثلا على السيئة، لا لا على الأبناء، إقامة مستشفى خاص بالمؤسسة وغيرها. دي برامج الرعاية الصحية. في برامج الجودة الشاملة اللي بتساعد العاملين على الأداء العمل بجودة عالية وبدون أخطاء ومن أول مرة. يبقى الشركات المؤسسات بتقوم بالعديد من البرامج على أساس إنه تساعد في تحقيق الرضا لدى العامل، لأنه الرضا بيقود للأداء بإنتاج عالي. واضح الكلام يا شباب؟ نقطة أخيرة، ما هي نتائج هذا الرضا؟ الآثار الناتجة من الرضا. أول حاجة، يأتي الاهتمام بالرضا لسببين، سببين. السبب الأول إنه الرضا في حد ذاته هدف، هدف للإنسان، لأن الإنسان يبي السعادة في هذه الحياة. فالرضا بيمثل أحد الأهداف الرئيسة اللي يزعى الإنسان لبلوغه، إنه يكون سعيد في هذه الدنيا، سعيد في علاقته مع زملائه، سعيد في علاقته الأسرية، علاقته الاجتماعية، سعيد في علاقته مع ربه، سعيد 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 بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها. فيأتي الاهتمام بالرضا لسببين. السبب الأول إنه الرضا في حد ذاته هدف للإنسان. السبب الثاني، الآثار الناتجة عن عدم وجود الرضا، الآثار الناتجة عن الرضا نفسه، لأنه هذا الرضا بيأثر بشكل مباشر على سلوك الفرد العام في مجال عمله، وحتى في سلوكه العام، إحساسه بالسعادة في الحياة، الصحة النفسية لهذا العامل، الصحة البدنية، سلوك الانتظام في العمل، سلوك الصراع والنزاع في العمل، سلوك الأداء والإنتاجية. بالتالي عنده تأثيرات مباشرة في أداء العامل وإنتاجيته في العمل. واضح كلامي يا شباب؟ واضح؟ ممتاز. يبقى من خلال هذه المحاضرة حكينا عن موضوعين، حكينا عن قياس وتقييم الأداء والإنتاجية، حكينا عن الرضا الوظيفي. يبقى تبغتنا في هذه الوحدة خمس موضوعات تحتاج مننا لمحاضرتين إن شاء الله، الأسبوع القادم والأسبوع اللي بعديه إن شاء الله هنخلص، وإن شاء الله تكونوا راضين عننا وعن أدائنا يعني. وهذا الرضا يترجم في النتائج، مش يكون كلام والسلام. إن شاء الله. تسلم. خير يا ماجدة. الكويزات والتكاليف دي عبارة عن أسئلة اختبارات سابقة، هل هي صعبة؟ هي عبارة عن أسئلة لاختبارات صعبة سابقة، هل هي صعبة؟ ما صعبة. نشوف الكويزة. ما عندي مانع يا أسماء، ما عندي مانع إطلاقا. لا، في تكليف واحد أخذناه يا تقريب، نخلص لما نخلص الوحدة دي ونعطي ثاني تكليف. نشوف الكويز عن المحاضرة دي. تسلم انت، تسلم يا تقريب.
ستة هذه لا نعطي كلها أربعة دقائق. تسلم يا ريم. ريم ست الحريم. عندي بنت أخي اسمها ريم. يلا نشوف. إياكم الكيوز الآن. ريم تسلم ريم. تمام تسلم تسلم. اسمع ان شاء الله نقدر نعمل الحاجة دي يا احمد ان شاء الله. يلا نشوف الإجابات. نشوف إجاباتنا. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. السلام عليكم.